أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، فمحافظة الشرقية أعلنت تمويل 19382 مشروع بقيمة 3 مليارات و291 مليون جنيه. في الوادي الجديد أيضا تم طرح لحوم طازجة بسعر 300 جنيه للكيلو في المنافذ الحكومية. في مطروح تم إنشاء سوق متكامل بمدينة النجيلة، أما في سوهاج في أكثر من 52 ألف تلقوا خدمة المبادرات الرئاسية 100 مليون صح. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات مصر بعد قليل مع هذا التقرير. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، محافظة الشرقية أعلنت تنفيذ 19382 مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3 مليار 291 مليون و50 ألف جنيه، مع توفير 56541 فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في 2015 حتى 6 نوفمبر، وده من أجل تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر. محافظة الوادي الجديد أعلنت طرح الخضروات والفواكه واللحوم البلدية بسعر 300 جنيه للكيلو بمنافذ الوحدة المحلية لمركز الخارجة وبلاط وأسماك طازجة وخضروات وفواكه بمنفذ الوحدة المحلية لمركز باريس، بالإضافة للمنفذ المتنقل في إطار جهود المحافظة المتواصلة لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين. محافظة مطروح أعلنت أنه تم التخطيط لإنشاء سوق متكامل بمدينة النجيلة، وهيتم تجهيزه عشان يكون بمظهر حضاري وجمالي لخدمة المواطنين والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، مع توفير الخضروات والفاكهة الطازجة وضبط الأسعار، بالإضافة للمتابعة المستمرة من مديرية الصحة والتموين للسلع المعروضة والتأكد من سلامتها. في سوهاج أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة فحص أكثر من 82 ألف ضمن 9 مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، واللي بتساهم في الارتقاء بحياة المواطنين بالمحافظة. أعلنت محافظة المنوفية تنفيذ 13 مشروع خدمي وتنموي بنطاق مركز ومدينة بركة السبع ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 بقيمة استثمارية بتقارب 87 مليون جنيه. وبيأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل، وده تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030. عقدت محافظة أسوان اجتماع تنسيقي لعرض الرؤية المتكاملة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد وإنشاء موقف سيارات السيرفيس بالمدخل الجنوبي لمدينة دراو، والتي من المقرر أن يستوعب 200 سيارة وملحق به محلات تجارية ووحدات إدارية على مساحة 1500 متر مسطح، وبتكلفة تقديرية بتصل لأكثر من 35 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة. نفذت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ 12 قافلة بيطرية مجانية بمركز مطوبس في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة. استهدفت هذه القوافل المجانية الشاملة تقديم خدمات بيطرية شاملة للمواطنين، منها الكشف على الحيوانات وعلاجها وتطعيمها بهدف الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها. أكدت محافظة أسيوط استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الجانبية بمركز ديروت اللي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف ليها، وده ضمن خطة التطوير والتجميل لرفع كفاءة الشوارع والميادين وإضفاء شكل جمالي وحضاري وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق خطط التنمية المستدامة، وده بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.